الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الأبطال. النهاردة نيل لحضراتكم مباراة إياب كرة السلة رجال دوري المرتبط ما بين الأهلي والمصرية للاتصالات. المباراة ستقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في تمام الساعة 6:00، يعني بعد حوالي ساعة من الآن. المباراة اللي قابلين على طول الساعة 4 بتقام دوري مباراة المرتبط، فريق 18 سنة بيلعب على المصرية للاتصالات في حالة إن شاء الله فوز المرتبط، وهذا هو المتوقع بإذن الله. هتكون مباراة اليوم تحصيل حاصل، وهيكون النادي الأهلي وضع كلا قدميه في مباراة قبل النهائي، وإن شاء الله هنقابل الفائز من الجزيرة والتأمين، وبنسبة برضو 99% هتكون نادي الجزيرة قبل النهائي يوم 12 و13 شهر نوفمبر الحالي اللي احنا فيه بإذن الله، يكون دور قبل النهائي على صالة الدكتور حسن مصطفى. طبعا ماتش الذهاب كان اتلعب يوم الجمعة اللي فاتت، الأهلي والمصرية للاتصالات اتلعبت على صالة المركز الأولمبي في المعادي وهو ملعب المصرية للاتصالات، وانتهت المباراتين بفوز النادي الاهلي. الفريق الكبير فاز بنتيجه 74 او فريق الرجال فاز بنتيجه 74-65 بعد تاخره في الشوط الاول والثاني والثالث، ولكن استطاع ان يعني يغير النتيجه بشكل كبير، وانتهت فرق 9 نقاط 74-65. وبالنسبه للمرتبط فاز فوز عريض وكبير جدا، يعني فوز بصراحه كان مفاجاه 92-41، يعني فرق اكثر من 50 نقطه 51 نقطه، وده اللي ادى الاريحيه بشكل كبير وطمانينه للفريق الكبير. ان شاء الله النهارده المباراه للمرتبط تنتهي بفوزه فيكون المباراة تحصيل حاصل، ولكن هي على الورق تحصيل حاصل، ولكن الجهاز الفني لن تكون أبدا تحصيل حاصل. سيستمر مستر أجوستي في خطته أو في التكتيك اللي بيلعب بيه من بداية الموسم، هو الروتيشن من اللعيبة وتجربة كل اللاعبين بحيث أنه يخش على المباراة قبل النهائي والكل اللاعبين جاهزين. طبعا عايز اقول لكم ان يعني فاضل خطوتين على الحفاظ على اللقب. احنا حامل دوري المرتبط من السنه اللي فاتت بعد ما فزنا النهائي السنه اللي فاتت على فريق الاتحاد السكندري. النادي الاهلي السنه دي في رحله البحث عن الخمس بطولات، وزي ما حضراتكم عارفين رقم 5 رقم محبب الى جماهير النادي الاهلي من هنا وطالع. فالنادي الاهلي بيسعى بشكل كبير للحفاظ او الحصول على الخمس بطولات. نجحنا في 2 بالفعل، بطولة القاهرة وبطولة عربية. يتبقى لنا 3 بطولات هياخدهم فريق كرة السلة رجال المرتبط اللي احنا فيه، وفاضل عليه خطوتين ان شاء الله ونحتفظ باللقب. والدوري دوري السوبر وكأس مصر ايضا، ده من ضمن البطولات الثلاثة اللي لسه النادي الاهلي هيحارب عليهم ان شاء الله. طيب فنيا الفرقة عاملة شغل كويس، مستر أجوستي لم يخسر أي مباراة منذ تولي المسؤولية قبل بداية الدوري بحوالي شهر بالظبط، ما حصلش أي الحمد لله ان احنا تلقينا اي هزيمه، واحنا حتى الان احنا الفرقه الوحيده في الدوري المرتبط التي لم تتلقى اي هزيمه سواء فريق الرجال او فريق المرتبط، ودي حاجه الحقيقه يعني تدل على قوه قطاع كره السله في النادي الاهلي، وان الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب وضع خطه لاستعاده طبعا عرش كره السله من جديد، وكما يبدو الحمد لله ان الامور بتمشي من احسن لاحسن. الروتيشن شغال كويس، عندنا مجموعه من الاصابات، ولكن الاصابات دي لم يعني ما هزتش نتائج الفريق، بالعكس عندنا مجموعه من اللاعبين الصغيرين اللي طالعين اللي اعتمد عليهم مستر أجوستي بشكل كبير، عندنا عمرو زهران، عبد الله ناصر، عندنا محمود وليد، مؤمن، طارق خيري، عندنا كمان بودي حسام، مجموعه كبيره من الناشئين بيسدوا فراغ اي حد بيغيب، بالاضافه طبعا اللعيبه الموجودين. المباراه اللي فاتت شهدت عوده عمرو الجندي طبعا بعد الاصابه اللي كان بيعاني منها، وطلع بالمناسبه هداف المباراه حط 13 نقطه، وطبعا شفنا مشاركه سرحان ومهيب ايضا، يعني مجموعه من المصابين رجعوا. لسه حتى الان ما اطمناش على عمر طارق، النهارده نطمن عليه ان شاء الله من خلال مراسلنا سواء روزان او فاروق من ارض الملعب، هيطمنونا عليهم ويقولوا لنا اخبارهم ايه. طيب في انباء عشان نبقى واضحين مع حضراتكم، في انباء جايه لنا من ارض الملعب انه في نسبه او في احتماليه ان المباراه لا تقام، ولكن احنا ما عندناش اي حاجه تقدر تقول انها تقام او لا، احنا معاكم. طب ايه السبب؟ السبب انه في مدير الفني سولي او محمد سليم مدير فني فريق المصرية للاتصالات ربنا يشفيه بيعاني من الكورونا، وفي مجموعه من اللاعبين يعني يقال ان هم اكتر من 5، الحقيقه ما عندناش معلومه بيضاء، برضو مراسلينا في ارض الملعب بيتحققوا من الامر ان هم عندهم ممكن كورونا ايضا، فالمباراه لسه مش واضح موقفها، ولكن الى ان يتضح موقف المباراه بكل وضوح ويعني يبقى الموضوع يعني واضح وبنسبه 100% اكيد هنبلغ حضراتكم. ولكن مباراه النهارده هنتمنى انها تتلعب. ليه تتلعب؟ لان احنا داخلين على مباراتين مهمين يوم 12
ويوم 13، يعني احنا النهارده يوم 8 بنتكلم في 3 ايام هنلعب قبل نهائي اكيد 11 و12، انا اسف بيصلحوا لي الميعاد 11 و12، يعني احنا بنتكلم بعد 3 ايام اكيد مستر اجوستي ومن غير ما افكر من غير ما اتكلم كان النهارده محتاج يجرب لعيبته. الغاء المباراه مش لصالحنا يعني فنيا، لانه اكيد من وجهه نظري يعني اكيد احنا محتاجين مباراه عشان مجموعه اللاعبين المصابين تستعيد تاني لياقتها الفنيه والبدنيه داخل المباراه، وايضا كمان عشان ما يحصلش دربكه للبلان اللي حاططها مستر اجوستي بوش. طيب خلينا نقول حاجه تانية ان بفكركم بيها، مستر اجوستي بوش عنده في القائمه 14 لاعب، الفريق الاول لكره السله بحسب لوائح الاتحاد انت لك الحق في 14 لاعب مقيدين، منهم تومسون اللاعب الامريكي و13 لاعب مصري. القوام ده زاد جدا بعد يعني ضم اللاعبين الناشئين، فبقينا قوامنا 18 لاعب. 18 لاعب هي عدد كافي جدا تقدر تكمل بالموسم، خاصه ان كل اللاعبين مش بياخدوا فرصه وهميه، اللاعبين كلهم بياخدوا فرصه حقيقيه للمشاركه. يعني ايه فرصه وهميه او فرصه حقيقيه؟ فرصه وهميه ان انا اعتمد عليك واول ما الاقيك مش موافق بسحبك وخلاص شكرا، والفرصه الحقيقيه ان انا بنزلك حتى لو مش موافق بصبر عليك عشان انا عندي ثقه ان انت عندك من الامكانيات الفنيه والبدنيه ان انت تقدر تجاري او تقدر تلعب وتشارك في المباريات بشكل منتظم. طب ايه الفرصه الحقيقيه دي بتعاد علينا بايه؟ بتعاد علينا بمكسب كبير. ايه هو؟ ان انت بتيجي في الوقت المهم والفرق كلها بتعاني من اصابات او غيره وغيره واجهاد، انت بتلاقي عندك فرقه قوامها 18 لاعب جاهزين للمشاركه، وهو ده السكواد اللي فعلا اتقال عليه سكواد. مستر اجوستي بوش لو تفتكروا في بطوله القاهره كان في مجموعه من اللاعبين الدوليين راجعين من منتخب، كان معانا عندنا كان ايهاب امين وعمر عزب وعمر طارق وشريف وعمر الجندي. الاربعه كانوا راجعين من المنتخب مجهدين، اداهم راحه 10 ايام في الوقت اللي احنا كنا نلعب فيه مباراه مهمه في بطوله القاهره مع نادي طلائع الجيش وعلى ملعبنا، وتقريبا كان المصريه كمان للاتصالات، يعني مباراتين قويتين جدا على ملعبنا، ولكن مستر اجوستي رفض انه يرجع اللعيبه او يقطع اجازاتهم ويرجعهم، واصر ان اللعيبه تلعب المباراه اللعيبه الصغيرين، وبالفعل تحقق الفوز على المصريه للاتصالات على ما اتذكر فرق بونت وفرق باسكت، والجيش قدرنا نكسبه فرق مرتاح يعني تقريبا 10 او 15 نقطه، فكانت وجهه نظره سليمه. الوقت جه دلوقتي اللي هو اللاعبين اللي اعتمد عليهم سواء الصغيرين دلوقتي شالوا الفتره اللي فاتت لان كان عندنا مجموعه من الاصابات، وهو ده الفكر ان انت تحاول تعمل روتيشن وتزود وتحط وتطلع اللعيبه بحيث انت في الاخر تلاقي قوام فرقتك 18 لاعب كاملين جاهزين نفسيا ومعنويا وبدنيا وفنيا كل شيء جاهزين للمشاركه واي حد هيشارك. ملحوظه ثانيه وهتكلم فيها مع ضيوفي طبعا اللي هيشرفوني، هو اللاعب الامريكي تومسون بالرغم انه في مباريات كتيره لا يحقق سكور عالي، ما بيحطش سكور ممكن 4 بونت 6 بونت، وهو رقم او سكور بالنسبه للعيبه الامريكان بيبقى سكور ضعيف، ولكن مستر اجوستي بوش شايف رؤيه ثانيه فنيه وتحترم. هو شايف ان تومسون بيران السيستم او بيعمل على تنفيذ السيستم اللي هو بيقوله بكل يعني مهاره، وفي الحاله دي هو مش عايز اكتر من كده. هو بيقول لك انا عندي هدافين كتير، الهدافين يقدروا يحطوا سكور، ولكن انا عايز حد يران السيستم بتاعي او يجري او ينفذ السيستم الدفاعي والهجومي. حتى الان مستر اجوستي بوش ناجح في وجهه نظره واثبت صحه وجهه نظره، لان الحمد لله ماشيين كويس بطوله عربيه وقاهره وحتى الان المرتبط، وكل الكلام ده طبعا يعني كلنا معرضين قد نصيب وقد نخطئ، ولكن مستر اجوستي بوش حتى الان هو ناجح في وجهه نظره واثبت انها وجهه نظر صحيحه بعدد الانتصارات اللي هو حققه بهذا اللاعب. طيب خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا في استوديو التحليل عشان نتناول المباراه كلها من كل الجوانب فنيا واستعداد وكل حاجه، وضيوفي على فكره على قرب كبير من الفريق عارفين كل صغيره وكبيره. هنطلع لفاصل عشان نستقبل كابتن طاهر رجب وكابتن محمد السلعاوي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بضيوفنا. في البدايه بنرحب بكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا منور قناه. الله يخليك، شكرا. منورنا طبعا، وبنرحب بالكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس قطاع الناشئين السابق وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا بيك سيدي، واهلا بالقناه واهلا بالجمهور كله. نور يا كابتن. طب كابتن طاهر رجب، حضرتك يعني المباراه النهارده اكيد ليها اهميه حتى لو تحصيل حاصل كما يقال، انه يعني مرتبط ان شاء الله، انا واصل يعني هعرف لكم النتيجه بالظبط بس احنا كسبانين، اكيد ليها اهميه فنيه للجهاز الفني خاصه ان خلاص كلها يومين ثلاثه وممكن نلعب قبل النهائي، شايف كده يا كابتن؟ طبعا، هي احنا كما عهدنا يعني من اول ما ابتدت حتى بطوله القاهره ثم بطوله العربيه وبتاع كان في ماتشات
ليها أهمية بالذات في تجربة الناشئين وتجربة الناس البدلاء للمصابين والحاجات دي. فطبعا الماتش هيبقى مهم رغم أنه هو تحصيل حاصل، لأن إحنا كسبنا الماتشين بتوع المرتبط والماتش الأولاني الذهاب فبالتالي كان هيبقى فرصة كويسة طبعا، أو هيبقى فرصة كويسة لتجربة ناس جديدة وبتاع، ومع الاعتبار طبعا ان بتعمل حسابك ان انت تكسب برضك يعني. صحيح طبعا طبعا اكيد المكسب، انما دي حكاية ان الماتش يبقى مهم في 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 اهداف تانية غير ان انت تكسب او ان انت تتأهل. خلاص انت تأهلت دي برضك حرفة يعني، حرفة دي مهمة جدا. صحيح صحيح. لازم توفر في عند الجهاز الفني طبعا. صحيح. وهم صحيح. فعلا نجحوا فيها يعني حتى الان طبعا اكيد. وكابتن محمد حضرتك شايف ازاي المباراه حتى لو كان تحصيل حاصل يعني اكيد ليها اهميه زي ما كابتن طاهر قال، ان اهميتها ان طبعا احنا داخلين على قبل النهائي وليها اهداف اخرى. هي طبعا احنا كنا منتظرين المباراه دي، هي في كلتا الاحوال مباراه مهمه، وخاصه ان احنا ما كناش كويسين قوي في المباراه الاولى، فكانت المباراه دي طبعا مدرب كبير وحط ايده على الاخطاء يعني كانت فرصه او بروفه جيده جدا لمباراه الجزيره القادمه ان شاء الله اللي احتمال تكون يوم الخميس باذن الله على صاله الدكتور حسن مصطفى اللي هو الدور اللي قبل النهائي. لكن المباراه الحمد لله احنا بنقول مبروك للنادي الاهلي انه قدر يعدي. الناشئين كسبوا المباراه الاولى باريحيه، والمباراه الثانيه كسبانين لغايه دلوقتي باريحيه برضو، وكسبنا المباراه الكبيره، فهي كانت فرصه لتجربه بعض الناشئين وإراحة بعض المجهدين او الاوراق اللي هي محتاجه راحه شويه بالنسبه للفرقه. لكن في كلتا الاحوال اي مباراه بتعدي على المدرب بتكون لها اهميه. صحيح. دي حاجة مهمة جدا، ودي اللي احنا تعودناه ان اي مباراة لها اهميتها. احترام الخصم شيء واجب، وده من شعار النادي يعني، ان احترام الخصم ده شيء مهم جدا. هي فرقة كويسة مع مدرب محترم. طب خليني اقول لك كابتن برضو، احنا المباراة الاولى في يعني احنا لعبناهم حتى الان في الموسم مباراتين. المباراة الاولى كانت في بطولة القاهرة على ارضنا، على ارضنا، وفزنا بعد يعني كان ماتش يعني كلوز جيم جدا، و هات وخد لغايه ما احنا فوزنا في الاخر 69 59، 10 نقاط في الوقت اللي احنا حطينا فيه 69 بونت، وده معدل اقل من معدل التهديف بتاعنا الطبيعي. معنى كده ان هم عندهم دفاع جيد. المباراه الثانيه اللي كانت في من منذ ايام او الجمعه اللي فاتت كانت في المركز الاولمبي، وفوزنا 74 65 في الوقت اللي احنا كنا متاخرين فيه في الشوط الاول 33 31، والشوط الثاني او الفتره الثالثه كنا برضو متاخرين. فاذا وهم جريوا علينا، برافو عليك، هم جريوا علينا برضه. فاذا هي فرقه دايما تتسم مباراتنا معاها بالكلوز جيم. فاكيد افهم كلام حضرتك ان كانت دي بروفا كويسه لمباراه الجزيره. احنا هنشوف كده في الجزيره. هي كانت فرصه جيده جدا لمباراه الجزيره، لكن المباراه الاولى اللي كانت في بطوله القاهره برضه احنا ما كناش كاملين بدرجه كبيره. صحيح. اللي كانت على ارضنا قدرنا نعدي بيها يعني. المباراه اللي كانت صعبه، اللي كانت في مركز الاولمبي على ارض نادي الاتصالات، هي فرقه كويسه فيها مجموعه كبيره من ناشئين النادي الاهلي، برضو فيها لعيبه من النادي الاهلي، لكن مع مدرب كويس، مدرب محترم برضو. الدوري السنه دي مش سهل، كل الفرق دعمت وكل الفرق بقى عندها اجهزه على مستوى عالي ولعيبه على مستوى عالي، فلكن احنا المباراه دي تعتبر درجه اهميتها ان هي التجربه او البروفا اللي قبل النهائيه بالنسبه للسيمي فاينال. بس خلي بالك برضه اقول لحضرتك يا كابتن، مصيره الاتصالات بتضم اطول لاعب في مصر اللي هو حامد فتحي. طبعا حامد فتحي واطول لاعب 2 متر 20 يعني، وهو لعب يعني لعب باسكت ولعب هاندبول، لعب باسكت ولعب هاندبول، مثل مصر هاندبول كمان يعني ما شاء الله حامد فتحي يعني لو نقدر كمان في الملعب نعمل معاه لقاء يبقى كويس جدا. طب خليني برضه اقول لك يا كابتن، ال 12 لاعب اللي لعبوا الماتش اللي فات عشان حضراتكم برضه تقولوا رايكم يعني. اكيد في لعيبه ما شاركوش يعني، اللي لعب الماتش اللي فات مين؟ الجندي، عمرو زهران، الجمال، سرحان، مروان سرحان، مهيب، بيدو اللي هو عبد الله ناصر، عمر عزب، تومسون، سيف سمير، احمد حمدي. انا شايف هنا عمر طارق ما لعبش، هيبقى مين ما لعبش؟ مودي الجرح ما لعبش. مودي الجرح طارق عمر عشان الاصابه اللي هو كان جاله في ماتش القناه. كان جاله سبين انكل عشان القناه، واعتقد ان هم برضو النهارده ما كان بنسبه كبيره انه مش هيلعب برضو. انا اعتقد ان هو بيتمرن، هو اتمرن امبارح بس اعتقد ان مش تمرينه واحده يلعب يعني. لازم. وهاب امين ما لعبش الماتش اللي فات. وما كانش برضو النهارده لان عنده شد برضو ممكن يكون فضل هو امبارح يعني. انا كنت بتكلم معاه قال لي انا عندي شد،
فنسبه كبيره كان بره. ومودي الجرحي برده ما لعبش الماتش الاتصالات اللي فات. اه برغم ان هو كان جوه. اه ما كان جوه. لا مودي الجرحي مش جوه. لا الماتش اللي فات كان جوه. عشان صح كان جوه صح. كان صح. في 12. صح كان في ال 12. اه في روتيشن. انا بس اه يعني انا قصدي مودي كان موجود بس انا ايه ما كانش ظاهر عندي الاسم. طيب وكان عندنا برضو عندنا بودي حسام ما لعبش يعني في مجموعه تالي. كان ماتش النهارده فرصه انه يجربها. طبعا يعني كانت فرصه ان يعني فرصة حتى لو قدام 5 دقائق. كويس طبعا عشان خاطر انت داخل بقى على السيمي فاينل والفاينل. صحيح. فمهم جدا نشوف البدائل لانك انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. وبرضك كان في مشاكل في الاصابات برضك الفتره اللي فاتت. في لعيبه غابت صح. يعني عمرو الجندي كان لسه راجع الماتش ده من الاصابه الماتش اللي فات وحط 13 بونت كان هداف الفريق. طبعا انا عايز اخد رايك حضرتك في حاجه يا كابتن خاصه ان اللاعب ده او ظاهره معينه انا عايز اتكلم عنها واللاعب ده ابنك ما انت اللي مرنته وانت اللي اكتشفته عمرو زهران. عمرو زهران ماشي بخطه ثابته جدا السنه دي ومع الدرجه الاولى بالرغم ان عمرو زهران ما اتخدش منتخبات وهو صغير. يعني عمرو زهران ما اتخدش لا 3-3 بس 3-3 ما اتخدش. انا معلومتي صح يعني انا معلومه صح 100% ما اتخدش منتخب بالرغم انه ما اتخدش منتخب. يعني انا ما اعرفش ليه اسباب يعني ولكن هو ماشي بخطه ثابته واثبت انه لعيب كفء وان عدم اختياره مثلا في المنتخبات هو ما قللش منه بالعكس هو اشتغل على نفسه وطور من نفسه وبقى لاعب كويس. يعني كلمنا عن ظاهره عمرو زهران خاصه انه طالع تاني هداف المباراه اللي فاتت جايب 10 بوت. هو عمرو زهران طالع مع جيل كان يعتبر جيل ذهبي بالنسبه للنادي الاهلي في الناشئين. فكان في عدد من اللاعبين اعتقد ان يعني كان مستواهم قوي جدا وكانوا بروميسنج اللي هم بعد كده هو كان برضك من الناس دي. بس هو يعني ايه استفاد اكتر منهم في المراحل الايه الاخيره اللي هو ال10 متر الاخرى في الناشئين في ال18 اخر سنه في السنتين ال20 ابتدى بقى هو يفرق عنه واشتغل على نفسه واشتغل على نفسه وبتاع. وفي ناس برضك سافروا على اساس ان كان ليهم منح دراسيه في امريكا. بعض من الناس اللي عندنا فطبعا انا اعتقد ان كانت حكايه سفرهم ورجوعهم كان سبب في ان هم تاخروا في ان هم يمثلوا النادي الاهلي في الدرجه الاولى. يمكن يوسف المعداوي اصابته مع الاول امريكا ورجع وبعد كده اتصاب قطع بالاكيلس. مؤمن موسى هو كان اعتقد في عصام وفي هاني كان هاني كان في لعيب برضه من الناشئين سافر امريكا برضه برضه كان بيلعب في منتخب هاني الشيخ في كاس العالم في كاس عالم الاخر اللي كان في مصر 2017. فهو عصام تامر. نعم. واعتقد ان هم ما زالوا لغايه دلوقتي هناك. فطبعا ده يعني ادى فرصه لعمرو زهران برضك ان هو يبقى مواظب مع الدرجه الاولى. وطبعا الغايب الحاضر ابدا من الغايب طبعا فطبعا ده موجود قدامهم واخد تجربه واستفاد واترمى كتير في اللعب مع درجه اولى حتى في الماتشات اللي احنا بنقول ان هي مهمه جدا عشان نقيم لاعب زي عمرو زهران. وده اللي ساعده في ان هو مع معظم المدربين اللي مسكوا درجه اولى خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا كان ليه دور مع اختلاف الجهاز الفني وحضوره في هذه الفترة دي كمان قدر الناس توظفه صح وحطوا ايدهم على امكانياته صح. انا قصدي اقول من التجربة دي انه ممكن لاعب في الناشئين ما كنتش بيلعب منتخبات وما اتخدش منتخبات وما راحش وما اشتركش دولي ولكن مع الشغل وثقة الأجهزة الفنية فيه بيظهر بدليل. يعني يمكن لو كنا قلنا عن عمرو اتكلمنا عن عمرو من 3 4 سنين كنا ممكن نقول لا ممكن ما لعبش درجة أولى وسبحان الله هو اللي لعب هو اللي أثبت نفسه وهو دلوقتي بيشارك بشكل يعني مستمر. بالظبط. يعني هو المدربين ساعات بيبقى إيه ليه فكر مع لعيبة معينة. يعني دي استراتيجية بتاعت كل مدرب بتختلف على المدرب التاني. صحيح. فطبعا لما بتيجي بقى تصعد مع مدرب تاني مختلف شايف ان انت عندك امكانيات تميزك عن بقيه زمايلك في انك انت تلعب. صحيح. بتنفذ عندك واحد المدرب عنده استراتيجيه ديفنس
عاوز واحد ديفندر وعمرو بيدافع في ناس تانية في الاوفنس كويسين وبتاع، بس في الديفنس ده بيبقى لعيب عنده خاصية دي لعيب بطولة بتولد بيها لا يعني ولعيب بطولة يعني انت تعتمد عليه بيخلص لك بطولات، انزل امسك اللعيب ده مش هيحط باسكت بالظبط تكسب لعيب انت بيحط فيك 25 بونت، لما تنزل واحد ويخليه يحط 12 بونت 13 بونت يبقى انت كسبت، انت حطيت في سكورك 12 بونت وانت كسبت 6 بونت مثلا وخرجته بره الجيم بالظبط. فدي امكانيات او فكر مدرب محتاج انه يوظف شخصيه او لعيب زي عمرو زهران في المكان ده. طب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه اليوم، مباراه اياب دوري رجال المرتبط كره سله الاهلي والمصريه اتصالات، والمباراه تقام على صاله الامير عبد الله الفيصل، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنفكركم تاني المباراه ميعادها الساعه 6 في صاله الامير عبد الله الفيصل الاهلي والمصريه اتصالات، ولكن انباء وانباء بقوه ان المباراه مش هتتلعب لانه طبعا في حالات اكتشاف حالات كورونا، منها طبعا المدير الفني الحاله المؤكده المدير الفني لفريق مصريه اتصالات بنقول له الف سلام ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، وفي مجموعه من اللاعبين ومجموعه ثانيه من الجهاز الفني، بس الجهاز يعني الجهاز الفني او الاداري. وعايز اقول برضو حاجه ان هنجيب لكم الخبر اليقين، حتى لو ما اتلعبتش هتلغى ولا تتحسب انسحاب. احنا طبعا فريق عمل قناه النادي الاهلي موجود في ارض الملعب مع عايشين لحظه بلحظه الحدث، وهنقول لحضراتكم بالظبط اذا كانت المباراه هتتلعب ولا لا، ولو ما اتلعبتش هتتلعب ازاي او هتتلغي ولا هتبقى انسحاب، وهنقول لحضراتكم بكل شيء. بس اول ما يستقروا في الملعب، لان في اتصالات شغاله ما بين الفرقتين وما بين اتحاد السله عشان يوصلوا للقرار تبعا للائحه اللي بيطبقها اتحاد السله، وهنعرف لكم بالظبط اللائحه بتقول ايه وكل شيء واحنا مع حضراتكم. لو المباراه هتتلعب يبقى خلاص يبقى ننقلها لحضراتكم على الهواء مباشره. كابتن سلام اجل حضرتك، كنا بنتكلم عن الفصل قبل عمرو زهران على الحاله دي، ويعني قلنا ان هو الولد اثبت نفسه والحقيقه ماشي بخطه ثابته في الفريق الاول، وحط يعني مكانه كجرد اساسي في الملعب. طيب خلينا نشوف اللعيبه القدام او اللعيبه اللي موجودين من السنه اللي فاتت. بس انا عايز اضيف حاجه بسيطه، ان هي فرص. طب يا كابتن معلش انا اسف قطعت حضرتك، نتيجه المرتبط مباراه المرتبط انتهت بفوز النادي الاهلي 98-45، نفس السكور تقريبا فرق 53 نقطه زي الماتش اللي فات، 98-45 تقريبا زي الماتش اللي فات. الف مليون مبروك كده، النادي الاهلي رسميا في دور الاربعه عشان يلاقي نادي الجزيره ان شاء الله يوم الخميس القادم. الف مليون مبروك تاهل النادي الاهلي، وكده النادي الاهلي وضع كلا قدميه في مباراه قبل النهائي. هننتظر ان شاء الله اليوم الخميس وهنشوف النهارده مباراه النهارده هتتلعب ولا لا. انا اسف يا كابتن لا قطعت حضرتك، اتفضل يا كابتن. هي انا عايز اقول بس بالنسبه للاولاد الناشئين هي عمليه فرصه، ولازم كل واحد يستغل الفرصه لان لن تتكرر في الانديه الكبيره. الفرصه بتيجي مره واحده، فلازم كل لعيب يكون اذكى وعنده قدر كبير من الذكاء يستغل هذه الفرصه. صحيح، لو وخاصه مش هتعرف تجيب وخاصه ان معاهم مدرب بيحب او مؤمن بحته الدفع بالناشئين يعني وكدا. صحيح. ف علاء زهران الولد عمرو زهران من، وفي اكتر من عمرو زهران يعني، في اكتر من لعيب في بروميسنج جدا زي ما قال كابتن طاهر رجب، وهو في عبد الله ناصر كويس يعني في ناس خريجه وطبعا كابتن طاهر ادرى لان هو تولى قياده قطاع الناشئين فتره طويله. كابتن سلاوي اسالك برضو سؤال وهنخوض فيه يعني كلام يعني فني اكتر، صفقات النادي الاهلي على مدار سنتين. لو اتكلمنا عن الصفقات اللي حصلت السنه اللي قبل اللي فاتت، كان طبعا الاول ايهاب امين، بعد كده انضم عمر طارق وعمرو الجندي ومهيب، بعد كده وانضم احمد حمدي مش هننسى طبعا. يعني اول سنه كان ايهاب امين هو اللي تم ضمه من سنتين. السنه اللي وراها كان عمر طارق وكان معاه عمرو الجندي وكان معاه مهيب وكان معاهم احمد حمدي. دول الصفقات الاربعه الاساسيه اللي موجودين معانا. يبقى كده في سنتين في ادي خمسه، وعندنا السنه دي مروان سرحان وعمر عزم. يبقى عندنا ادي خمسه واثنين سبعه، يعني بنتكلم من سبع لاعبين صفقات جديده حصلت في خلال ثلاث سنوات. سنين اثنين مشوا. في اثنين مشوا. احمد اسماعيل وفي شوكت ايمن شوكت. وعفضيل. وكان في وعفضيل لا وكان في وعفضيل لا وكان في كمان اللي هو صانع العاب مودي اللي كان جه السنه اللي فاتت ومشي. محمد مصطفى مودي. يعني وفي اربعه صفقات جم ولم يوفقوا لسبب او اخر وانتقلوا لانديه اخرى. فاحنا بنتكلم النهارده في سبع صفقات باقيه مع النادي الاهلي من اصل 14 لاعب. طبعا المحترف نعتبره الثامن،
المحترف، يعني المحترف بيتغرب بيتغير من سنه لسنه. كان اليكس بقى دلوقتي تومسون. فانت عندك 8 لاعبين من اصل 14، الثمانيه دول يعني يعتبروا اكتر من 50% من قوام الفرقه. هل النادي الاهلي نجح في تغيير فكره او تغيير الاستراتيجيات، انه ما بقاش يفاوض اللاعب الحر بس، بقى يقدر يروح النادي الاهلي دلوقتي يتفاوض مع لعيب ملتزم بعقد مع النادي بتاعه، ويقدر يدفع مقابل وياخده وياخد الكليرنس والاستغناء بتاعته ويتفق مع النادي؟ ده كان تغير رهيب في الاستراتيجيه بتاعه النادي الاهلي. شايف ده نجاح يا كابتن؟ نجاح طبعا. النجاح طبعا ان هو تقدر تجيب اللعيب اللي انت عينك عليه، اللي هو الراجل اللي هيفيدك وهيحقق لك ميزه. وخاصه ان احنا الصفقات الاولانيه دي كانت فيها شويه من يعني ايه من التجارب شويه. صحيح. يعني برضه عشان ايه يعني كان فيها شويه تجارب شويه، لكن الصفقات الاخيره دي صفقات 100% افادت، ولاعيبه منتخب ولاعيبه يعني متعوده على المكسب، متعوده على الفوز، وده شيء عظيم بالنسبه للفريق. بخلاف ان برضه ان في مجموعه الباقيه لا تقل كفاءه، يعني جمال الولد الجمال عمل مباراه هايله الماتش اللي المباراه اللي فاتت مع الاتصالات في مركز الاولمبي، وفي معاه اعتقد ان سيف سمير برضو من اللعيبه اللي بقى لها سنتين ثلاثه. انت عارف الجمال حط 10 نقاط يا كابتن؟ آه ما شاء الله، يعني ثاني هداف هو عمرو زهران ومروان سرحان. والولد سيف سمير برضو من الناس اللي هي لعيب الارتكاز اللي هم يعني بقى لهم سنه او اتنين ابتدى يبقى خبره ويسال بقى الى حد ما يعني. وده لقطات من ارض الملعب يا كابتن، ده بث يعني مباشر من ارض الملعب، ولاعيبه الاهلي بيقوموا بالاحماء. بس انا مش يعني ممكن تكبروا لي الصوره يا جماعه بس عشان اشوف النص الثاني من الملعب، هل في فريق الاتصالات ولا لا؟ لو ينفع تحطوا لي على الشاشه الكبيره. ما حدش في الملعب يعني، انا بس انا اسف انا مش شايف من بعيد، بس بيبلغوني نص الملعب الثاني يا كابتن فريق الاتصالات ما نزلش، الاهلي بيجري عمليه تسخين كده وواقفين على شوتنج. يعني كده هو النادي الاهلي هو الناحيه اليمين بيسخن تقريبا، او في الملعب كله هو النادي الاهلي، بس ما فيش حد من مصير الاتصالات. وترابيزه الحكام يعني بيتهيألي المباراه كده شكلها زي ما بيقال او تروح للانسحاب، انها رايحه ان هي مش هتتلعب او انسحاب يعني. طيب خلينا برضو نتكلم يا كابتن، انه انت عندك ايهاب امين تم شراؤه من نادي سبورتنج، تمام يا كابتن؟ هو في مهيب كمان جه في السنه بتاعت ايهاب امين بس جاي حر. لا ما اقصدش يعني جه في نفس السنه الاولانيه من سنتين، يعني مش السنه الثانيه مش كده؟ طيب لا جه في اخر السنه. ايوه يعني مع ايهاب، مش من السنه، مش مع عمرو طارق. لا مش مع ايهاب. ايهاب من ثلاث سنين. ايهاب من ثلاث سنين ايهاب قبله، وبعدين مهيب جه السنه اللي بعديها صح. جه هو واحمد بص يا كابتن محمد اشرف مهيب ده ثاني سنه ثاني موسم. ايهاب امين ده الثالث. ده الثالث بالظبط. صح. فعندك ايهاب امين انت راجل خلصته من سبورتنج، وطبعا كلنا عارفين ان كابتن عادل القيعي تدخل وبتاع في الصفقه دي، وبخبرته التفاوضيه استطاع ينهي. عندك عمر طارق وعمر الجندي ايضا كابتن طاهر تفاوض مباشر مع نادي الجزيره. بالظبط. عند حضرتك مهيب كان صفقه حره، احمد حمدي صفقه حره، عندك النهارده السنه دي مروان سرحان وعمر عزب تفاوض مع سموحه. ويعني قصدي اقول لك ان الفكره يعني خلاص دخلنا زي الكوره، انت دلوقتي عايز هو احتراف. زي ما بقول لحضرتك احتراف، طالما في احتراف يبقى كل حاجه بتمشي في سياق لائحه الاحتراف ونظام الاحتراف. انا بشتري زي بالظبط في الكوره، او زي انديه العالم في الكوره او في بص يا كابتن دي اللوحه اهي، اللوحه من ارض الملعب، ما فيش غير الساعه بس، مش ما فيش اي حاجه تقول ان مش مكتوب اي حاجه، ولا واضح ان المباراه رايحه فعلا على الغائها. بس هنعرف طبعا من مراسلنا من ارض الملعب روزان نصر، وايضا يعني فاروق صلاح من ارض الملعب، اكيد هم عارفين كل التفاصيل وهيقولوها لنا وهنحطها قدام حضراتكم، بس طبعا حين تتوفر المعلومه هنوفرها لحضراتكم. الاحتراف زائد علاقات النادي الاهلي، علاقات النادي الاهلي بجميع الانديه قويه جدا، فبتلعب دور اساسي في عمليه تسهيل مهمه انتقال اللاعبين. نعم. ودي حاجه طبعا قوه اسم النادي الاهلي في اي تفاوض. طبعا خاصه طبعاً. يعني انا اللي اعرفه ان طبعا يعني في موضوع مروان سرحان وعمر عزب دخل في صفقه لعيب الطايره، وهي رغبه رغبه اللعيبه معظمها ان هي تمثل النادي الاهلي، وهي يعني عمليات تبادليه لعيبه في صفقات معينه. النادي صاحب سيستم ومبادئ،
فطبعا اي لعيب بيبقى نفسيا مرتاح ان هو عارف ان هو راح مؤسسه بتمشي بنظام وبتمشي بسيستم وبتحترم مبادئ وبتحترم تعاقداتها. دي مهمه جدا. هو ده الاحتراف. انما لو شك في ان هو مش هياخد حقه ومش هيبقى في فيرنس والحاجات دي فطبعا ممكن يتردد. انما هتلاقي لعيبه مصر في جميع الالعاب. اقول لك على حاجه يا كابتن على مسؤوليتي يعني. فكوادي اللاعب الامريكي اللي جه لعب معانا بطوله عربيه. فكوادي جه تعاقد مع النادي الاهلي فتره البطوله والنادي الاهلي التزم معاه في تعاقده وكانت الامور ماشيه سموس وكل حاجه ماشيه زي الفل وهو زي ما هو عايز وزي ما تم التعاقد الامور ماشيه. اللاعب مسافر زعلان يعني هو كان نفسه يكمل. كان نفسه يبقى في اثنين اجانب في مصر. وصلت لك المعلومه دي؟ وكمان هو قال انا حسيت ان انا بتعامل مع نادي اوروبي. انا بقول لحضرتك الكلام ده يعني من خلال يعني مش منه شخصيا من خلال وسيط تجربه من وسيط بيني وبينه حكى لي قال لي هو بيقول لك انا يعني النادي الاهلي مدي صوره جيده جدا للرياضه المصريه. طبعا يعني عن الرياضه عموما المصريه وفي جميع الالعاب هتلاقي كل اللعيبه عايزه تنتمي لهذه المؤسسه اللي ماشيه بنظام. صحيح. وماشيه بالمبادئ وماشيه بتحترم عقودها وبتحترم. بص يا كابتن يمكن هو عبد الله ناصر بيسخن يعني انا بس برضو لسه الشاشه بعيده يا جماعه لو نقدر نقربها يبقى كويس قوي عشان نقدر نشوف بالظبط انا والساده الضيوف يعني الصوره اكتر. الملعب فاضي خالص يا كابتن يعني هو يبقى كده ده تاكيد ان شاء الله لان المباراه هتتلغي. وبس في البدايه بنقول لكل اللاعبين المصابين في مصرية الاتصالات الف سلامه وجهاز الفني طبعا طبعا الف مليون سلامه وربنا يا رب يشفيهم قريب ان شاء الله يتعافوا سريعا وان شاء الله كورونا بتعدي على الرياضيين يعني ان شاء الله بتبقى الطف شويه من غير الرياضي فنتمنى لهم الشفاء يعني العاجل باذن الله ايا كان نتيجه المباراه لعبت اتلغت اتاجلت اي حاجه احنا بنتمنى الشفاء احنا بنتمنى لهم الشفاء طبعا جهاز فني وبعض اللعيبه اللي موجوده وان شاء الله تكون بسيطه باذن الله ويقدروا يكملوا الموسم ان شاء الله. طب كابتن انا عايز اتكلم عن المحترف الامريكي تومسون انا فرصه حضراتكم معايا نتكلم تومسون انا قلت في الانترو انه مش من اللعيبه الامريكان اللي بيحط زي اليكس 40 بونت و30 بونت خليني اعترف في البطوله العربيه نجح في اخر في الماتش الفاينل في اخر شوط يمكن حط 15 بونت ودي بس دي ما كانتش طبيعي يعني مش ده العادي بتاعه ده الافريج بتاعه ولكن شفنا مستر اجوستي متمسك بيه وشايف ان ده بيابلاي السيستم بتاعه وبيقول ان الراجل بيحقق له اللي هو المطلوب اللي عايزه بيعمله له. ايه رايك يا كابتن؟ انا برضو بايد كلامك ان انا هو طبعا مش زي اليكس لكن اليكس كان في اي مباراه بيحط فوق 30 نقطه ولما مشي اليكس حصل فرق في السكور او في النتيجه بتاعت النادي الاهلي قلت بمعدل كبير. تومسون من نوعيه اللعيبه اللي بمنفذه حرفيا لما يقال له من خطط او تحرك زائد ان هو بي 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 بيلعب على اراحه بقيه الاعضاء الاربع اللعيبه اللي معاه بيريحهم وعارف مين اللي بيشوط عارف مين اللي بيروح على السلم عارف يطلع بالملعب يعني هو سيستمه يختلف عن يعني هو اللعيب مش بتاع سكور يعني اللعيب هو بيحط اللي هو ما هو مطلوب من كصانع لعب المطلوب من صانع لعب من 8 ل 12 15 يوم ما يكون سكورر. لكن انا اعتقد برضه ان هو عنده نسبه شويه في الثري بوينت لكن يعني هو مناسب. هو شايف كده كابتن طاهر؟ انا بتكلم بقى عن معظم الفرق القويه او الكبيره خدت بالك حتى في الـ بتبقى فيه تقريبا السكور بيبقى ما بقاش متفاوت بين لعيب والاخر. يعني كل ما كان في تساوي بين اللعيبه او السكور قريب بين اللعيبه اللي بتسجله مثلا في الفرقه كلها ده بيساعد انك انت لو انت لعيب عمل ترابل فاول عمل اربعه فاول وانت عاوز تطلعه البديل بتاعه مش هيعمل دروب. شورتج او دروب صحيح. الموضوع المهمه دي فطبعا احنا النادي الاهلي من بدايه السنه دي تحس ان هم فعلا ده مبدا عند الفرقه كلها عند المدير الفني كمان كاستراتيجيه وفي نفس الوقت فاللي بيخدم النظام بتاعه ده ان هو
اللاعب المحترف المره دي في مع هدافين بالظبط وهو وحتى مستر اجوستي على فكره هو يعني مدير فني قدير فهو فاهم انه مش مستر اجوستي هو في محاضره للمباراه بيتكلم معاهم انا اتوقع ان ممكن يعمل تقسيمه ولا يا كابتن يعني ممكن يعمل ممكن. لو ما فيش مباراه بالظبط ممكن يقسم الفرقه فرقتين مفيش وقت يا كابتن مباراه يوم الخميس يعني النهارده كان محطوطه في البرنامج التدريبي مباراه لازم يعمل مباراة. فلازم يكون في مباراه عشان الحمل بعد كده اذا كان هينزل يطلع هو بيبقى مخطط احنا كنا زمان لما بيحصل موقف زي ده كان خاصه انه على ملعبنا فحلو ان على ملعبنا طبعا فاحنا يعني الوقت موجود محدش هيخرج بالظبط يعني فهي الفكره انه نقدر نعمل بيتهيألي هو هيعمل كده كنا زمان بنقسم تفتكروا يا كباتن الجهاز الفني نفسه بيتقسم برضه جزء مع الفرقه دي وجزء مع الفرقه دي بس الهيد كوتش بيبقى قاعد بيتفرج يعني ممكن نلاقي كابتن رامي الدياسي مع فرقه وكابتن احمد الجرحي مع فرقه بس هو مستر اجوستي واقف فوق بس بيتفرج ليه عشان يبقى في شويه في ارتاح يعني اريحيه مش يقول لك انا مع الفرقه اللي فيها الكوتش يا جماعه لا انا هلعب الماتش او يحكم مثلا لا يعني لا هو من خلال التحكيم ممكن انت برضك يعني ايه تكاتشن يعني تشوف من زوايا معينه تسيب واحد فوت فاول تعمل حاجه بالظبط الغرض في انك انت السيتويشنز او الحالات اللي انت بتخليها خاصه وبتاع انت اللي تقدر يعني ممكن ما تصفرش على صفاره معينه عاوز اللعيب ده هو ياخد على وضع معين او ياخد على بريشر معين واللوحه برضه يا كابتن طاهر هي برضه واضح ان اللوحه لما بتبقى في الماتش بيبقى اسامي بتطلع بارقام اللعيبه بالوقت بالشوط طبعا واضح ان الشاشه مظلمه هي فيها الساعه بس ده اللي هو زي ما بيقولوا السليب مود بتاع الشاشه هم ما جوش خالص انا اعتقد ان مؤيد لكلامك لان هم بداوا يسخنوا تسخين تقسيم عمر يعني بداوا يسخنوا بعد المحاضره طب ما زي التقسيم عادي مفيش مشكله بس لا طبعا اسرار فريق واكيد هو يعني هتبقى فيها ده تومسون اللاعب الامريكي كل اللعيبه هو حتى ده مستر اجوستي ده في الشغل الدربل بتاعه كويس بوينت جارد هو شكله كان بوينت جارد اكيد الدربلايه دي دربلايه بوينت جارد كابتن احمد الجارح ده تقريبا يعني رامي الدياسي تقريبا ده قلت حضرتك هتتقلب تقسيمه وبعد كده يبقى اعداد هيبقى اعداد كافي واكيد طبعا المراسلين من ارض الملعب هيقولوا لنا بالتفصيل ايه اللي تم وايه اللي حصل والحوارات وهل المباراه بس انا شايف يا كابتن المباراه هتبقى يعني وجهه نظري هتبقى انسحاب طبعا لما فيش وقت خلاص هو دلوقتي الجدول الجديد نزل ان يوم الخميس واول مباراه الدور اللي قبل النهائي ومزنوق وداخل فيها بس في فرق بين انسحاب بعقوبه وانسحاب انت عندك كورونا يعني في فرقه تنسحب انسحاب بسبب دي طبعا يعني اذا ثبت ان هم عندهم كورونا وده يعني مفروض في النظام او في اللائحه او نظام المسابقه ان معمول حساب ان في عندك جائحه او عندك كذا الوضع فيه يعني طوارئ شويه انت بالتالي لازم يبقى اللائحه بتاعتك في الاتحاد مراعيه الموضوع ده صحيح فمساله اثبات ان الفرقه كان عندها افراد الجهاز او اللعيبه عندهم مصابين بكورونا يبقى بالتالي ما تقدرش تعاقبهم طيب انا برضو يعني عرفت انه خلاص هيبقى تمرين زي ما قلنا هيبقى تقسيمه اكيد طبعا الجهاز الفني رغبته انه طبعا اكيد ما تتزعش طبعا يعني ما ينفعش نزيع تمرين لان طبعا بتبقى هي دي التمرينه بيتدربوا عليها وداخل على ماتش نهائي يعني اخرنا هيكون ان احنا هنزيع بس زي ما قلت لحضرتك طبعا يعني هنزيع بس الورم اب بتاع التقسيمه وخلاص هو كده تمرين وبنسبه 100% تم الغاء المباراه ويا ريت برده لو يبقى معانا فاروق او روزان من ارض الملعب يقولوا لنا الوضع ايه الماتش خلص هيخلص كده لما يبقى انسحاب بيجهزوا هيقولوا لنا انسحاب بس تمام بنأكد لحضراتكم ان فريق المرتبط فاز 98-45 وان المباراه دي كانت تحصيل حاصل خلاص النادي الاهلي هيلاقي نادي الجزيره طب خلينا نبص بعين على المباراه القادمه ان شاء الله مباراه الجزيره حضراتكم شايفينها ازاي شايفها ازاي كابتن سلام مباراه الجزيره طبعا الجزيره الموسم ده مش يعني زي الموسم فات غيرت المدرب طبعا الكرداني سافر السعوديه معاهم مدرب يقال انه كويس جدا مساعد مدرب برشلونه السابق اسباني مدرب كويس بس ما عملش صفقات اعتمد على الناشئين واعتمد على ما هو باقي من اللعيبه خرج منهم احمد اسماعيل السنه دي اللي هو اللعيب اللي كان في الاهلي وراح السنه اللي فاتت
لكن برضو فرقه كويسه لان عندهم مجموعه. بس احنا لعبناهم في بطوله المنطقه وكسبناهم يا كابتن. بس هم برضو يعني احنا لازم احنا بنحترم الخصم وبنحترم كاسم نادي الجزيره، وان برضو مكسب نادي الجزيره بيعتبر في حد ذاته بطوله يعني. برضو نادي الجزيره اسم كبير وعريف كره السله. نعم. ف وعندهم ميزه جامده جدا ان هم بيلعبوا بكميه ناشئين كبيره وروح عاليه جدا. روح طيب احنا خلينا نتكلم على دور الثمانيه بقى يا كابتن. دور الثمانيه مش بس ماتش الجزيره، خلينا برضو نوضح للساده المشاهدين احنا رايحين على ايه. كان في 8 فرق اللي بيلعبوا في دور الثمانيه، كان اولهم الجزيره والتامين. صح كده. وخلينا نوضح للساده المشاهدين ان الثمان فرق اللي بيلعبوا دور الثمانيه دول هم اللي هيلعبوا دوري السوبر. الفرق الثمان اللي تحت هيلعبوا من 9 ل 16. من 9 ل 16. عندنا مباراه الاهلي والمصري للاتصالات النهارده. احنا الاهلي كده تعالى. صح كده وانا غلطان؟ طيب. المباراه الاقوى والاصعب النهارده الزمالك وسموحه. طيب قبل ما نخش على التفاصيل دي خلينا نروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن احمد مناع عشان ينقل لنا التفاصيل ويقول لنا ايه اللي حصل. اتفضل يا احمد. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد ورفاقه وضيوفه الكابتن سلعوه والكابتن طاهر رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي قناه الاهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم من صاله الامير عبد الله الفيصل. ننقل مباراه كره السله ما بين فريق الاهلي والاتصالات في دور الثمانيه لدوري المرتبط لموسم 2020 2021 2022. طبعا الأجواء النهاردة مختلفة وحصلت كواليس كتير جدا 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 في أحداث قبل هذه المباراة. في تقريبا هقول لكم من بداية الكواليس في الساعة 4:30 تقريبا النهاردة تم تبليغ الجهاز الفني واللاعبين أنهم مش هيقدروا يلعبوا المباراة نظرا لإصابة تأكد إصابة 5 أشخاص من فريق الاتصالات. هو الكابتن محمد سليم مدير فني والكابتن خالد حمدي المدرب العام والكابتن طارق محمد المدرب باصابات كورونا، شفاهم الله ومعافاهم ان شاء الله. وايضا 2 لاعبين تم تاكيد اصابتهم بالكورونا هم مصطفى مشعل ومحمد عامر، شفاهم الله وعافاهم يا رب وان شاء الله ربنا يخلصنا من هذا الوباء اللعين. ايضا النهارده تاكد 8 لاعبين مخالطين للجهاز الفني واللاعبين باشتباههم باصابات كورونا، وطبقا لكلام طبيب الفريق الكابتن اسلام كاسب هيتم عمل مسحه الزاميه النهارده للتاكد من خلوهم من هذا المرض اللعين، وان شاء الله يثبت تعافيهم باذن الله ويرجعوا ملاعبنا سالمين غانمين، وان شاء الله نتمنى السلامه لكل لاعبينا وكل الجهاز الفني لفريق الاتصالات واي لاعب في اي نادي اخر. تشكيل الاتصالات النهارده كان بدا معانا من صباح اليوم النهارده. كان هيكون مروان عاطف رقم زيرو كابيتانو الفريق، محمد بسيوني وديريك سبنسر المحترف، محمود يسري وعمر ايهاب، رأفت عماد وعلي عمر ويوسف سامي وعلي احمد مرعي واحمد حمدي وحمد فتحي. ده كان هيبقى تشكيل اليوم لفريق نادي الاتصالات. وكان الجهاز الفني مكون من رئيس الجهاز كابتن اشرف حسن ايجل، والمدير الفني الكوتش محمد سليم، المدرب العام كابتن طارق محمد، ومدرب خالد حمدي، مدير احمال او مخطط احمال وليد ابو النور، الطبيب اسلام كاسب، والخدمات المعاونه علاء سيد. زي ما قلت لحضراتكم 8 حالات من اللاعبين اشتباه باصابه كورونا، واثنين تم تاكيد اصابتهم او ايجابيا بكورونا شفاهم الله وعافاهم، وثلاثه من الجهاز الفني لنادي الاتصالات. طبعا تشكيل النادي النهارده الاهلي اللي كان هيبدا بيه المستر اجوستي او السنيور اجوستي، مايكل تومسون رقم 22، مودي الجرحي رقم 10 الكابيتانو، بودي حسام رقم 1، عمر عزب رقم 3، عمرو الجندي رقم 5، سيف سمير رقم 8، احمد حمدي رقم 33، احمد مهيب 14، مروان سرحان رقم 3، سيف صلاح وابراهيم الجمال وعبد الله ناصر. ده تشكيل النادي الاهلي النهارده اللي كان هيبدا بيه في حاله وجود مباراه، والجهاز الفني المستر او السنيور اوجستي بوش ومساعداه الكابتن احمد الجرحي
والكابتن رامض يسطي، اما المدير الاداري فهو الكابتن طارق الغنام والاداري وليد الخراط. بدا قبل المباراه النهارده يعني في قبل بدايه او قبل ما نطلع على الهواء معاكم كان موجود مباراه الاهلي والاتصالات في المرتبط او الناشئين تحت 18 سنه، ونتيجه اللقاء انتهت بفوز النادي الاهلي 98-45. ان شاء الله تم تحديد خلاص ميعاد السيمي فاينل او دور قبل النهائي لبطوله دوري المرتبط، ان شاء الله هتقام يوم 12 و 13/11 في صاله حسن مصطفى ب 6 اكتوبر. خلاص الاهلي ضمن الصعود الى دور الاربعه بعد فوزه بمرتين في المرتبط ومباراه في الكبار وانسحاب المباراه اللي احنا بننقلها لحضراتكم. ان شاء الله الاهلي هيقابل الفائز من مصر للتامين والجزيره يوم 12/11 في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. ده ملخص النهاردة. اليوم أحب أفكر حضراتكم بنتائج المباريات. الأهلي لعب الاتصالات في دور الستاشر، فاز في المرتبط 92-41 وفاز بالكبار بنتيجة 74-65. ده يعتبر المباراة رقم 19 للسينيور أوجستي جول بيبوش اللي فاز في 5 مباريات في بطولة المنطقة وست مباريات وتوج بلقبها في البطولة العربية وسبع مباريات في دوري المرتبط. إن شاء الله مزيد من التألق لفريق النادي الأهلي ومستر أوجستي بوش في تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي. نفكر حضراتكم أن النادي الأهلي هو صاحب لقب المرتبط من الموسم الماضي بعد فوزه على الاتحاد في صالة هيئة قناة السويس العام الماضي أو الموسم الماضي. برضو أفكر حضراتكم بنتائج الجولة الأخيرة في دور الستاشر أو عفوا دور الثمانية الراوند الأولاني. مباراة التأمين والجزيرة، فاز التأمين على الجزيرة بفرق 3 نقاط في المرتبط، أما في الكبار ففاز الجزيرة على الكبار 76-65. الزمالك وسموحة في المرتبط، فاز الزمالك على سموحة في دور المرتبط تحت 18 سنة، والرجال فاز سموحة على الزمالك 71-64. أما الاتحاد وسبورتنج فمرتبط الاتحاد خسر أمام سبورتنج 79-65 وفاز الرجال بنتيجة 99-65. دي نتائج الجولة الأولى. والنهاردة الجولة الثانية من مباراة دور الثمانية، مباراة الاتصالات والأهلي والتأمين والجزيرة، الزمالك وسموحة والاتحاد وسبورتنج. أفكر اللي ما كانش معانا من السادة المشاهدين، الأهلي والاتصالات خلاص الأهلي ضمن الصعود إلى دور الأربعة، هيقابل الفائز من مباراة من التأمين والجزيرة، أما الزمالك وسموحة فالفائز هيلاقي الفائز من الاتحاد وسبورتنج. ده ملخص أحداثنا النهاردة في يوم كنا نتمنى إن احنا يعني ننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة، لكن ظروف الكورونا كانت هي الأقوى. طبعا مرة تانية وثالثة ورابعة نتمنى الشفاء للجهاز الفني ولاعبين نادي الاتصالات من الإصابة بهذا الفيروس اللعين. لكن في حاجة كده أفكر حضراتكم بيها، إن قانونا هقول لحضراتكم في الحالة النهاردة النهاردة طبقا لكلام الحكام النهاردة عدم اكتمال فريق نادي المصرية للاتصالات يعتبر كده المباراة ملغية ويعتبر الأهلي فائز بنتيجة 20-0. برضو أفكر حضراتكم بطاقم التحكيم النهاردة اللي كان هي يعني لو قدر المباراة لعبت كان هيدير المباراة، كان حكام المباراة النهاردة يعني أنا مش لاقيها بصراحة بس هجيبها لكم. يعني anyway كابتن وائل إبراهيم وكابتن تامر محمد حكام المباراة النهاردة، دول الحكام اللي كانوا هيحكموا هذه المباراة. برضو أؤكد على حضراتكم تاني، الحكام لكن خلينا دلوقتي في نقل كده سريع لصالة عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي كده في تدريب زي تدريب كده للنادي الأهلي بقيادة مستر أوجستي جول بيبوش. ده ملخص سريع وائل لحكام المباراه النهارده كان هيبقى الكابتن وائل ابراهيم وكابتن تامر عبد الفتاح والحكم الثالث الكابتن احمد فهمي اين.
الشهير بعيني. ده ملخص يوم النهاردة لمباراة الأهلي والاتصالات. مرة تانية وتالتة نقول ونتمنى الشفاء العاجل لفريق الاتصالات وكل فرق مصر وكل لاعبين مصر، ربنا إن شاء الله يخلصنا من هذا الوباء اللعين. ده ملخص أحداث اليوم، وكنت معاكم من ملعب صالة الأمير عبدالله الفيصل معلقكم الرياضي أحمد مناع، وإلى الاستوديو مع الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن سلعوة والكابتن طاهر رجب. شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. زي ما حضراتكم سمعتم معانا كل التفاصيل جبناها لكم من ارض الملعب على الهواء مباشره في تغطيتنا المستمره لهذه المباراه التي تم الغائها بالفعل واتحسبت انسحاب بفوز النادي الاهلي 20-0. ولكن هناك سبب، ان فريق المصريه للاتصالات الجهاز الفني بالكامل المدرب والمدرب العام والمدير الفني اصابتهم مؤكده بكورونا، واثنين لعيبه منهم مصطفى مشعل ومحمد عامر اصابه بكورونا. فاذا لم يكتمل قوام الفريق واتحسبت انسحاب. الف مليون سلامه للاعبي والجهاز الفني المصري للاتصالات، نتمنى لهم الشفاء العاجل، وبنقول مبروك نادي الاهلي. نادي الاهلي ان شاء الله هيلعب ماتش الفاينل سيمي فاينل مع الجزيره باذن الله. طيب النادي الاهلي اصدر بيان منذ لحظات، قال فيه الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة. عبرت إدارة النادي الأهلي عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة في أحد البرامج الإذاعية صباح اليوم، التي أشار فيها إلى شعوره بالتوتر لدى لاعبي الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة، وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة، وأنه سهل جدا أي لاعب يعمل حاجة في حاجة وكرت في كرت، وبالتالي لا يكون من وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم. كما أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإذاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لاعب الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة، وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته. وفي هذا السياق يدرس الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على قطاع الكرة الموقف كاملا مع الإدارات المعنية، والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي الأهلي. ده كان بيان النادي الأهلي الذي صدر منذ قليل أو منذ لحظات، والبيان بيفسر نفسه مش محتاج منا أي تعليق. طبعا النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارته الكابتن محمود الخطيب بيعملوا ليلا نهار على الحفاظ على حقوق النادي، وان التصريحات دي اتخذت بمحمل الجد كما واضح امام حضراتكم، وطبعا سيتم اتخاذ الاجراءات التي يراها كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره مناسبه لمثل هذا الظرف. وخلينا نروح لارض الملعب، معانا فاروق صلاح مراسلنا من ارض الملعب والكابتن طارق الغنام. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن هيثم، وكل شكر موصول لضيوفك الكرام كابتن محمد السلعاوي والكابتن طاهر رجب، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا من صاله الامير عبد الله الفيصل، وبعد الغاء مباراه الاهلي والمصريه للاتصالات في الدور ربع النهائي لدوري المرتبط، نظرا لانسحاب فريق المصريه للاتصالات لعدم اكتمال العدد اللاعبين او الفريق في الميعاد القانوني للمباراه، وتم احتساب المباراه واعتبار الاهلي فائزا بنتيجه 20-0، نظرا لوجود حالات اصابه بفيروس كورونا، ثلاث مدربين واثنين لاعبين، وايضا ثمان لاعبين كانوا مخالطين لهؤلاء اللاعبين. احنا بينضم لنا في هذه الاثناء واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن طارق الغنام نجم النادي الاهلي والمدير الاداري لفريق النادي الاهلي. كابتن طارق برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراة كانت مهمه، كان ليها استعداد كتير، لكن في البدايه طبعا بنتمنى كل السلامه لفريق المصريه للاتصالات. أكيد أولا برحب بيك وبرحب بكابتن هيثم وأساطيرنا في الاستوديو، مشاهدينا وجماهيرنا، بقول لهم أهلا بيكم وأسفين على أي حاجة يعني ما كناش متوقعينها النهاردة. بس بقول طبعا ألف سلامة على فرقة المصرية للاتصالات. يمكن مفاجأة لينا إن قبل الماتش مباشرة يمكن بأقل من ساعة أو يمكن ساعة جالي تليفون أو عرفت إن في مشاكل في فرقة الاتصالات بسبب الكورونا يعني، وبلغنا ان هم مش هيقدروا يكملوا. كده كده الماتش يعتبر بعد فوز المرتبط النهارده هيبقى يعتبر البيست منتهي، حتى الماتش كده كده الماتش مش كانش هيبقى فارق، فهم فضلوا ان هم ما يلعبوش عندهم يمكن عدد كبير بمدربين وكده. نتمنى لهم السلامه كلهم ان شاء الله باذن الله. ما
مستر وجوستي بوش اجتمع مع اللاعبين بعد يعني قرار الالغاء، قال للاعبين ايه الاستعداد للفتره القادمه اللي هيبقى ازاي النهارده، يعني الفريق بيكتفي باداء التدريبات في ميعاد المباراه. يعني طبعا هو النهارده كان ماتش، يمكن لما يبقى عندك ماتش بيختلف عن ان هو بيبقى تمرين، بيبقى زي ماتش، بيبقى زي استعداد للماتش اللي بعده. فيعني هيحاول يعملوا تقسيمه، يلعبوا جيم بيبقى نفس، نحاول نخش في نفس مود الماتش، ويعتبر استعداد للماتش الجاي ان شاء الله. يمكن عندنا سيمي فاينل سواء مع الجزيره او الاتصالات الكاسب منهم النهارده ان شاء الله، وادينا مستنيين ان شاء الله نشوف اللي هيحصل باذن الله رب العالمين. الفترة الماضية فترة مميزة جدا، أكثر من شق اشتغل عليه مستر بوش مع اللاعبين سواء على المستوى الخططي على المستوى الفني أيضا على مستوى الدوافع النفسية، شايف الفترة ازاي دي يا كابتن طارق؟ لا طبعا فترة مختلفة وفترة يمكن فرقت مع اللعيبة، الحمد لله يمكن احنا ربنا كرمنا بطولتين، بطولة منطقة وبطولة عربية في توقيت مهم، يمكن ادت ثقة لينا وثقة للعيبة وثقة الجماهير ان شاء الله ان اللي جاي باذن الله ربنا كريم ويبقى احسن، وان شاء الله عيننا على بطوله المرتبط مبدئيا ناخد بطوله بطوله باذن الله، فرصتنا فيها باذن الله كويسه وباذن الله ربنا يكرمنا والرجاله يعني قدها ان شاء الله، المصابين كلهم باذن الله يبقوا موجودين يعني اللي رجعوا من الاصابه، ان شاء الله يبقى الفريق مكتمل ودي حاجه كويسه باذن الله رب العالمين مبشره يعني ان شاء الله. اشكرك يا كابتن طارق وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع الكابتن طارق الغنام واحد من نجوم النادي الاهلي والمدير الاداري لفريق النادي الاهلي عقب يعني الغاء المباراه واعتبار الاهلي فائزا على فريق المصريه للاتصالات ب 20-0. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم وضيوفه الكرام. الزميل العزيز فاروق صلاح من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا، وكان لقاء مهم مع كابتن طارق الغنام. يمكن كابتن سلاوي اجل حضرتك واضح من كلام كابتن طارق ان هم حتى كجهاز فني ولاعبين كانوا مش على درايه وما كانوش يعرفوا ان في اصابات في المصريه للاتصالات، ولكن الموضوع ده ظهر فجاه قبل المباراه يمكن بساعه. طبعا هي الشكل العام بيقول ان في مفاجاه اللي هي القرار ده فاجئوا بيها سواء يعني ان الفرقه جايه مش جايه، فطلع ان طبعا اصابات، ودي احنا بنتمنى لهم الشفاء العاجل باذن الله للعيبه وللجهاز الفني اذا كان في لعيبه، وان شاء الله يرجعوا. ويعني احنا طبعا من خلال القناه يعني بنقول ان ربنا يحمل اولادنا كلهم يا رب ان شاء الله باذن الله. هذه الجائحه اللي ربي يتوب علينا منها. طب كابتن طاهر، يمكن رب دره النافعه، خلاص هو وضع حالي قائم انه ما فيش مباراه، واكيد دي دربكت اكيد حسابات مستر اوجوستي بوش لانه كان عامل حسابه ان يكون في مباراه، بس رب دره النافعه. نافعه ممكن يمكن حد يتصاب ولا صحيح. المساله ان هو طبعا بيبقى في البرنامج بتاعه بيعمل حساب ماتش بصرف النظر ان نتيجته مش مؤثره او مؤثره. كون الناشئين كسبوا الماتشين واحنا الحمد لله كسبنا الماتش الاولاني يبقى احنا صعدنا، فهو طبعا كان فكره كله ان هو هيجرب لعيبه، هيجرب شغل جديد، هيجرب سيستم طبعاً. كل الحاجات دي بيعمل حسابها. هو بلغني دلوقتي طبعا من ارض الملعب انه بدا في الفعل تقسيمه زي ما توقعنا. ما هي التقسيمه بتبقى مماثله للماتش، انت بتبقى ازاي يعني الى حد ما بيبقى في بريشر ماتش من خلال التقسيمه. يعني هو اصلا كمان بيحط، هو اصلا حاطط برنامج داخل فيه المباراه، فلازم اللعيبه يعني تبذل مجهود مماثل مناسب لمكانها علشان يبقى البرنامج بتاعه ماشي، سواء اذا كان بكره راحه او كده يبقى لازم يكون في جود. لكن اعتقد ان زي ما الكابتن طاهر بيقول ان برضو ما حدش عارف خير. طبعا عايز رايك يا كابتن، يعني ممكن يكون راحه للاعبين، يعني الجزيره النهارده بتلعب لاعبها ويومين وهيلعبوا معانا تاني، والجزيره برضو مع التامين فرقه صعبه، يعني مباراه مش هتبقى سهله، فكده احنا برضو يعني قد تكون عندنا نسبه الراحه تزيد يوم او اكتر، لان احنا اخر مباراه لعبناها الجمعه فكده الراحه تزيد، فمحدش يعني زي ما بيقولوا الامريكان نو بادي نوز، محدش عارف ايه اللي ممكن يعني يبقى لمصلحتك، بس هو انت بتتاقلم على الوضع لانه مفاجاه وغصب عنك، وانت طبعا ما خارج عن اراده، يعني خارج بوضع اللي حصل في مباراه الاهلي على صاله الامير عبد الله فيصل، وضع غير يعني غير مرتب او غير مقصود. هو عامل حساباته كمان، المفروض ان الراجل المدير الفني عامل حساباته ان الماتش الثاني بتاع الناشئين طبعا يعني في حد كبير ان احنا هنكسبه حسب الموضوع. هو يعني اللي بقوله ان ممكن كان الماتش اللي هيتلعب ده زيه زي التقسيمه
ممكن تقسيم اقوى. لا ده ممكن التقسيم اقوى طبعا، ممكن التقسيم اقوى لان كان المصريه ناقصه لعيبه بالظبط. لا وبعدين لما انت بتكسب وتضمن المكسب بيختلف عن ما انت محتاج المباراه. طب قول لي يا كابتن، انا عايز برضو ايه حضراتكم معايا واساتذتي ويعني ويعني حاجه فنيه قيمه كبيره جدا. خلينا نتكلم مثلا عن اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في الفريق الاول. نحط مثلا احنا من وجهه نظرنا الفنيه نحط احسن خمسه، احسن خمس لاعبين من وجهه نظرنا الفنيه، بحكم ان احنا تابعنا المباريات الفتره اللي فاتت وحضراتكم قريبين ومتواجدين في النادي بشكل مستمر. ناخد مثلا مركز صانع الالعاب. مركز صانع الالعاب عندنا فيه ثلاثه بيلعبوا في هذا المركز، عندنا تومسون وعندنا عمر عزب وعندنا بودي حسام. شايفين مين افضل واحد او تقول ان هو الستاندنج؟ كابتن طاهر تومسون. انا شايف ان تومسون لان هو ادى الدور بتاعه خلال الفتره بتاعت البطوله العربيه وال تتفق مع كابتن سلام؟ اتفق طبعا، اتفق مع تومسون. بالرغم يا كابتن هقول لحضرتك حاجه معلومه، انا اسف هقولها الاول وحضرتك تقول، بالرغم ان عمر عزب لما بينزل الملعب ما بيحصلش دروب، يعني عمر عزب بيأدي ارقامه قريبه جدا من المحترف لان خبرته برضك مش قليله. يعني في كم كان لعيب كويس في سموحه، وطبعا تختير منتخب خلال سنتين ثلاثه اللي فاتوا دي صحيح. بس حضراتكم اخترتوا تومسون. تومسون بس الفرق مش كبير بينه وبين عزب. لا 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 الفرق مش كبير. ما زي ما قلت لحضرتك ان هو بيحط في دماغه يعني اللعيب انا برضو البديل. يعني انا من خلال برضو متابعتي الولد عزب كويس. عزب كويس يعني تحطه كتف بكتف مع كتف كتف وبودي ناشئ صاعد واعد. لا بودي يعني رايح وراهم، رايح وراهم وهو يعني ان شاء الله هيبقى حاجه ليها شان كبير. بس حضرتك شايف ان تومسون وعزب يجوا من بعض؟ كابتن طاهر شايف ان تومسون يميزوا الخبرات شويه على اساس خلي بالك ان برضه السيستم افضل كخبرات اكتر من عزب اصغر سنا. عزب صغير جدا 23 سنه يعني عزب صغير مواليد 98 صغير يعني اوقات كتيره كان في سموحه بيلعب واحد واثنين يعني مش صرف بوينج مش صريح مش صريح. فانا بتكلم على هو كابتن طاهر بيتكلم على ان ده بوزي يعني هو الامريكي صريح واحد لكن الولد ده بيقدر يلعب واحد واثنين وثلاثه. طيب خلينا نروح لمركز اثنين او شوتينج جارد. عندنا مثلا الجمال في موجود، عندنا مهيب، عندنا مين تاني يا كابتن؟ عندنا ايهاب. ايه ايهاب ثلاثه ولا ايهاب امين؟ ايهاب امين. لا ايهاب امين بيلعب اثنين انا اسف. ايهاب امين يبقى كده عندنا الجمال مهيب ايهاب امين. لا عمرو بيلعب ثلاثه. عندنا مثلا احنا على فكره نزلنا نسينا في البوينت جارد مودي الجرح. مودي الجرح معانا كمان في البوينت جارد احنا نسيناه بس مودي الجرح الاربعه بقاله فتره احنا بس ما قلناش عشان هو لسه راجع من الاصابه ان هو طبعا اسم كبير وكابتن الفريق ولسه داخل ولسه داخل. احنا بنتكلم على الفتره اللي فاتت. انت بتتكلم على منطقه القاهره وعلى الدوري العربي انما طبعا مودي لعيب كبير. وعبد الرحمن حسام برضك لعيب كويس كل حاجه بس طبعا خبراته دي اول سنه ليه درجه اولى صحيح صرف انما هو برضك من اللعيبه الواعدين والميكر كويس قوي. حضرتك طالما وثقت فيه انت يا كابتن وناس انديه كتير بتسعى دلوقتي ان هي تضمه. بس على مين بقى يا كابتن؟ كمان بالنسبه لمودي الجرحي اعتقد ان مودي خبرات اعلاهم اعلى من الثلاثه اللي احنا يعني طبعا. مودي خبراته وخبراته لا بصرف النظر عن كابتن الفريق طول عمره لعيب خبراته كبير وبعدين الولد قيادي يعني خبراته عاليه بصراحه. طب كابتن هنروح لمركز اثنين الجمال مهيب ايهاب امين. شايفين مين اللي هو يعتبر ممكن يكون الستاندنج فايف؟ برضو احنا بنتكلم مش على مستوى اللاعب، احنا بنتكلم على فتره فاتت قد يكون اللاعب مصاب قد يكون اللاعب ما شاركش ولكن كل الاحترام لكل اللعيبه. هو انا يعني ابدا انا ولا كابتن طاهر؟ لا اتفضل يا كابتن. انا شايف ان ايهاب امين والجمال دلوقتي ماشيين ماشيين الاثنين بس هو طبعا ممكن يكون ايهاب امين اشارك طبعا لانه بيشارك اكتر لان كان برضه الجمال كان مصاب فتره بالظبط. طيب يبقى تومسون عندنا وبعد كده ايهاب امين واحنا نحط اثنين لعيب هنقول مثلا تومسون ومعاه عمر عزب ايهاب امين وباك سلاش معانا ابراهيم الجمال. اتفضل يا كابتن طاهر رايك يا كابتن؟ انا اعتقد ان برضك نفس الكلام ايد كابتن سلعاوي فان ايهاب امين لو سليم يبقى هو طبعا باعتبارات طبعا ان كان في بعض الاوقات كان الجمال برضك مصاب انما لو هو ايهاب امين في عنده حاجه طبعا الجمال هو من يستطيع ان هو هو السنه دي عامل موسم حلو بصراحه الجمال يعني الفترات يعني اللي شاركت فيها بدايه من الماتش رجع تاني يعني احنا برضو لا نستطيع ان طب نخش على مركز ثلاثه عشان الوقت يا كابتن. مركز ثلاثه ما عندناش يعني متهيألي ما فيش عمرو الجندي عمرو الجندي وعمرو زهران وبس هم دول الثلاثه
لا عمرو الجدي طبعا. عمرو الجدي وعمرو زهران نفس وضع بودي حسام بيمشي جابي يعني رايح حط ورا. اتنين لعيبه في نفس المركز. طب خلينا عشان الوقت نروح لمركز اربعه. عندنا احمد حمدي، عندنا مين تاني يا كابتن؟ عمرو الجدي بيلعب اربعه برضو. اواد بيدو عبد الله ناصر. عبد الله ناصر شايف مين احسن اربعه؟ انا يعني اعتقد ان عبد الله ناصر. انا شايف عبد الله ناصر احمد حمدي ماشي كويس. احمد حمدي ابتدى دلوقتي يتطور صراحه جدا. هو برضك اذا يعني. اذا حضرتك شايف احمد حمدي باك سلاش عبد الله ناصر. طب نروح لمركز خمسة. مركز خمسة لا ممكن نقلبها. انا برضو عبد الله ناصر الاول واحمد حمدي تمام. طب هنروح لمركز خمسة. في عندنا عمر طارق، في عندنا سيف سمير، مين تاني؟ ما هو مفيش حد تاني، هم بس. عندناش حد ولا انا غلطان؟ لا وفي سيف صلاح. سيف صلاح بالظبط. وفي كمان بس ثلاثة دول. هم الثلاثة دول مفيش غير عمر طارق وسيف. سيف صلاح لم يشارك بفترات كافية برضه. فإذا هو عمر طارق وسيف سمير. وساعات بيلعب عبد الله ناصر ساعات خمسة. ساعات خمسة أنا كابتن طاهر اتفضل. أنا أعتقد إن في الوضع الحالي دلوقتي سيف سمير. سيف سمير. سيف سمير. أنا وأنت تتفق معاك كابتن سلام. سيف سمير بقى له موسمين انا وكابتن طاهر على طول ما احنا قاعدين نتكلم عن الفرقه وكده. بقى له سنتين ثلاثه الولد محافظ وشايل. لا 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 وشايل كمان صحيح. يعني هو متواجد بصفه مستمره في كل المباريات تمام لفتره طويله صحيح. يعني وبعدين هو ابن النادي الاهلي من زمن يعني هو صحيح. انت اللي جبته تقريبا. احنا جايين كباتن استاذن حضراتكم كده طبعا انتهت يعني الاستوديو. كنا نتمنى اذاعه المباراه. كابتن سلعاب بشكرك شكرا جزيلا. كابتن طاهر رجب بشكرك شكرا جزيلا. احنا مشكورين يعني احنا في بيتنا ونتمنى التوفيق للنادي في ما هو قادم ان شاء الله باذن الله. شكرا اعزائي المشاهدين، هذه هي كانت تغطيتنا. لم تقام المباراة ولكن نتمنى كل التوفيق للفريق. بشكركم شكرا جزيلا وانتظرونا في استوديو الأبطال ومباريات جديدة. شكرا جزيلا.